من استديو صيف البحرين أصبح عليكم مشاهدينا بكل خير في حلقة بداية الأسبوع. بنكون معاكم ساعة على الهواء نعرض لكم كل فقراتنا المنوعة واللي جهزها لنا أكيد فريق الإعداد. صبحك الله بالخير حمد. صباح الخير. يا هلا يوم الإشراق. المفروض نغير اسم برنامجنا نسميه شروق. عادي كل شيء يصير. كل شيء يصير. ابتسامة ما شاء الله يوم الأحد. صدق يعني لابسين كمامات ما تبين الابتسامة بس من العيون. من العيون تقدر تشوفي. لا دائما يوم الأحد شيء طاقة وحيوية. حياكم الله متابعينا برنامج صيف البحرين. حلقتنا اليوم خفيفة ومتنوعة وإن شاء الله تكون مفيدة لصباح يوم الأحد. حمد شلون تبتدي دائما صباحاتك شلون تكون؟ تقريبا كل يوم نفس الشيء. رياضة خفيفة، قهوة، ساعات أطالع بعض الأخبار. أخبار ساعات يعني نقولها هني في البرنامج صح. أخبار خفيفة طريفة يعني عشان شوية شنو تفرفش خصوصا يعني يوم الأحد تحتاج شيء يعني شي طاقة. طاقة صح بالضبط. طبعا يعني احنا جهزنا فقرة اليوم حق مشاهدينا. اسم الفقرة راح تكون هذه أسبوعية معنا اسمها غريب عجيب، ونشوف المكان غريب اللي بيعرفونا عليه فريق الإعداد وراجعين لكم. فندق الطائرة في مطار أرلاندا بستوكهولم في السويد أصبح بإمكان محبي الطائرات النوم في طائرة ضخمة للركاب بعد تحويلها إلى فندق فخم في السويد بالعاصمة ستوكهولم. وتحتوي الطائرة من طراز بوينغ 747 جامبو على 27 غرفة من مختلف الأحجام، وهي قادرة على استيعاب 76 شخص. تختلف الغرف من ناحية الحجم، بعضها قادرة على استيعاب ما يصل إلى 4 أشخاص، وبإمكان رواد هذا الفندق اختيار الغرفة التي تقع في غرفة القيادة، والتي تتميز بمنظر بانورامي رائع من أجل الترويح عن أنفسهم، ويقدر المقيم بالفندق المشي على جناحي الطائرة. ويستفيد رواد الفندق أيضاً من خدمات مختلفة مثل الاتصال بالإنترنت اللاسلكي الواي فاي وشاشات عرض مسطحة ومقهى يقدم أشهى أنواع الأطعمة والمشروبات. والفكرة الجميلة لهذا المكان إن موظفينه يلبسون أزياء المضيفين والمضيفات واللي يعطي معه أجواء رحلة السفر. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا التقرير. فعلا غريب عجيب يعني عجيب. حلو لما نشوف هذا النوع من التقارير. انا بس ودي اشكر اذا تسمح لي بس اخذ البوكس طبعا صراحة. اي نشكرهم صراحه مطرشين لنا نقصه شذي جميله حق الشوكليت اليوم في برنامج صيف البحرين وحاطين عليه صورنا. هذه فرحه يعطيك طاقه ايجابيه بالضبط. شفتي من تونا من شوي قاعد نتكلم يعني صراحة وايد كرياتيف. انا يعني استخسر إيه؟ اكل حتى الشوكليت اللي لا كلي يقولون لذيذ وايد متعب عليه الصور بس خلني اشكرهم لانهم مطرشين لنا رساله كاتبين فيها الى طاقم اسره صيف البحرين. اصبح عليكم بالخير، اقدم لكم بكل سعاده قطع الكاكو البلجيكي الفاخر مغلف بشعار اجمل برنامج صباحي والله يوفقكم ماي كاندي لاب. شكرا ماي كاندي لاب على هالنقصه الحلوه يعني فعلا هذه. بس انا بروح لهم اكل من عندهم لانه ما بخرب الصور. الصور متعب عليهم مطبوعين خليهم كذي. وحلو انهم حاطين شعار برنامجنا صيف البحرين وكاتبين في البطاقه اجمل برنامج، فاكيد نشكركم على هذه الثقه. مشاهدينا ننتقل الى اولى فقراتنا. واطلقت هيئه البحرين للثقافه والاثار مسابقه طاوله وكرسي، وذلك ضمن جهودها المستمره لاشراك الجمهور في صناعه المنجز الثقافي والفني، حيث تستمر المسابقه حتى شهر سبتمبر الجاري. خلونا نتعرف أكثر على هذه المسابقة مع الأستاذة شوق العلوي رئيس قسم الفنون بهيئة الثقافة والآثار. صبحت الله بالخير. يا هلا يا مرحبا فيك. مشكورين على الاستضافة. هذه واجبنا يعني. أكيد أستاذة شوق في البداية ودنا نعرف سبب إطلاقكم لهذه المسابقة الجميلة وشنو الهدف من هذه المسابقة بالتحديد. إحنا في هيئة البحرين للثقافة والآثار نحاول نوصل لأكبر عدد من الجمهور، مثل ما تعرفين جمهورنا كبير ومنوع، فحبينا من خلال هالمسابقة نوصل لفئة المصممين. نعم. وكنا نفكر شنو هي القطعة اللي ممكن الناس تصممها وتكون بسيطة وسهلة وفيها كم من التحدي. فبين الطاولة وبين الكرسي أطلقنا مسابقة سميناها طاولة وكرسي. جميل. أستاذة شوق كلمينا عن هذه المسابقة، هل مقتصرة بس على الطاولة والكرسي ولا هذه في لها أهداف معينة ممكن تكون مستقبلاً؟ كلميني عن هذه الموضوع. هي القطعتين طاولة وكرسي إذا تشوفي تكوينهم بسيطين جداً، هي عبارة عن قوائم وسطح. وتعتبر في دراسة التصميم هي الأساس للعديد من القطع الأثاث المختلفة.
معظم الجامعات معظم المؤسسات العالمية تطرح هذا النوع من المسابقات لما فيها من تحدي، لما فيها من كمية بحث للمصممين يقومون فيها، فهي تقتصر حاليا على طاولة وكرسي لنشوف اللي بيطلع معاهم مشاركين. حلو، يعني المسمى يمكن غريب، طاولة وكرسي، بس قبل ما ننتقل حق المسمى احنا نبي نعرف من هي الفئة المستهدفة للمشاركة في طاولة وكرسي وكيف تتم عملية المشاركة في هذه المسابقة. الفئة اللي حابين نستهدفها بشكل أساسي فئة المصممين. مع العلم بأن طلبة الجامعة من ذوي التخصص، المعماريين، مهندسي الديكور، الفنانين التشكيليين، حتى الحرفيين يمكن لهم المشاركة. المشاركة تحصل على فئتين، فممكن تكون مشاركة فردية أو تعاون ما بين شخصين أو أكثر. هل هي مشاركة تصويرية فقط؟ كلمينا عنها، عن الموضوع التصوير بالذات. هو المشاركة التصويرية صح، أن نطلب من المشارك يقدم لنا تصور أولي، سكتشات أولية يشاركنا مراحل تطور التصميم مرورا إلى التصميم النهائي، الأشياء اللي استلهم منها، الخامات اللي بيستخدمها أو المقترح استخدامها، القياسات، هل هو بيشارك في، عندنا ثلاث فئات، هل هو بيشارك بتصميم كرسي فقط، طاولة فقط، أو طاولة وكرسي. جميل. يعني استاذه يمكن قلت لك قبل شوي المسمى شويه غريب، يعني حتى انا يوم سمعت عن المسابقه صادني نوع من الفضول، يعني في كثير يمكن من الطاولات انواع مختلفه وحتى الكراسي، يمكن حتى المشاهدين يبون يعرفون شنو المقصود بطاوله وكرسي. طاوله وكرسي مثل ما قلت لك احنا فكرنا في مسابقه تصميم واللي كنا نشتغل عليه في المكتب طاوله وكرسي، فلما حان الوقت لاطلاق المسابقه قلنا الحين شو نسميها، فكرنا في اسم سهل ممكن الناس تتذكره ويكون واضح ان هي مسابقه طاوله وكرسي فقط. حلو. طبعا هاي التصميمات ممكن تكون يعني مختلفه مثل ما تكلمت ايمان وقالت انه ممكن انه يكون يعني التصميمات تكون يعني بشكل واسع، يعني ما تعرف يعني هل مثلا الطاوله والكرسي ممكن تصميم معين فقط مثلا يكون تقليديه كمحليه او اي على حسب مثل ما نقول شنو تصوريه اللي هي على حسب الايماجينيشن للشخص نفسه الخيال. هو فتحنا المجال وللمشارك انه يكون له مطلق الحريه في اختيار القطعه اللي يحب يصممها، حتى تفكر فيها تقول كرسي يعني ايش كثر الواحد بيبدع في كرسي، لكن الكرسي صعب والطاوله صعبه، على كثر التصميمات على كثر ما هي القطعه سهله وبيسك في تصميمها، على كثر ما لها مجال كبير للابداع ومجال اكبر للتحدي، وهو هذا التحدي يخلي المشاركين انه يفكرون في اشياء ابعد من المتصور العادي. جميل، يعني نفس ما نقول احنا يطلقون العنان لخيالهم بالضبط اكثر عشان يبتكرون شيء مختلف في هذه المسابقه. يعني استاذه مثل ما نعرف ان مده المسابقه مستمره لمده 3 شهور، احنا بنتكلم كيف تتم عمليه التقييم لهذه المشاركه وتقديم ايضا طلبات المشاركه. احنا نفتح باب المشاركه لمده 3 اشهر، يعني اتوقع انه يكون هذا وقت كافي للمشاركين للقيام بعمليه البحث، للقيام بعمليه الرسومات الاوليه، تطوير الرسومات. ممكن من خلال هذه الفترة 3 أشهر التواصل مع أشخاص معنيين، ممكن الفنان يكلم نجار، ممكن النجار يكلم حرفي، ممكن يعني يفتح باب تعاون بين أشخاص ما كانوا متوقعين أن احنا مثلا بنشتغل مع بعض. 3 أشهر ممكن يسوي البحث الكامل، الصور المتكاملة، يتقدم بالطلب عن طريق موقع هيئة البحرين للثقافة والآثار، يرفع لنا الطلب كامل مع الصور المرفقة بالخامات بالقياسات، تقوم بعدين لجنة داخلية بمرور على جميع الطلبات، استبعاد الطلبات اللي ما فيها ما تستوفي الشروط. الشروط اللجنة مكونة من يعني بدون ذكر أسماء، بس هي مصمم ومعماري وفنان. جميل. لنغطي جميع الجوانب الأساسية في هذه المسابقة. صحيح. كلمينا عن مبادرات ثانية مثلا تسوونها في خلال يعني من خلال التواصل الاجتماعي على حسب يعني اللي موجود حاليا. نعم، احنا في مثل ما قلت لك في هيئة البحرين للثقافة والآثار جمهورنا كبير وجمهورنا متشعب، فنحرص من خلال جميع فعالياتنا، من خلال جميع مبادراتنا الوصول للجميع بطريقة يعني ترضيهم. العمل صار على محورين، توفير المادة على موقع الهيئة من محاضرات، من حفلات غنائية وموسيقية، من خلال جولات افتراضية للمعارض، من خلال المكتبة الإلكترونية اللي فيها مطبوعات الهيئة. المحور الآخر اللي من خلاله نحرص على استمرار التواصل المباشر مع الجمهور، واللي هو بتكون عن طريق منصة التواصل الاجتماعي، منها مسابقات، منها معلومات خفيفة
تناسب جمهور التواصل الاجتماعي. جميل. يعني استاذ احنا مثل ما نعرف ان هيئه الثقافه والاثار دائما تبادر في المسابقات اللي يمكن تسويها او حتى الفعاليات والانشطه، احنا دائما ننطر يمكن الفعاليات والانشطه اللي انتم تسوونها يعني ننطرها على حرم الجمر، ليش؟ انه دائما تكون فيها نوع من التشويق والحماس، واحنا نحب دائما المسابقات اللي تسوونها. لكن بالنسبه حق هذه المسابقه طاوله وكرسي، هل راح نشوفها بتكون مستمره بشكل سنوي؟ وشنو تتوقعين طبعا من رايك الشخصي كونك ايضا منتسبة في هيئة الثقافة والآثار لهذه المسابقة؟ احنا فكرنا فيها بتكون ان شاء الله هذه هي النسخة الاولى للمسابقة ومنها نتعلم ونتمنى لها الاستمرارية. المقترح ان تكون طاولة وكرسي مسابقة سنوية. جميل. للاستهداف مثل ما قلنا فئة المصممين. عندنا مسابقات اخرى سنوية، عندنا معارض سنوية مثل معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية صار له 46 سنة مستمر، فهذه بتكون ان شاء الله نسخة اولى من هذه المسابقة نتمنى لها تستمر بشكل سنوي، وان شاء الله في لها جزء اخر نعلن عنه في نهايه السنه ان شاء الله باذن الله. طبعا استاذ شو كلمه اخيره ممكن تقدمينها للجمهور ولا من متابعينكم؟ ما يخص مسابقه طاوله وكرسي يمكن النصيحه الوحيده اللي اقدر اقدمها للمشارك انه يحرص على التوازن بين المهام الوظيفيه للقطعه والخواص الجماليه. إيجاد هذا التوازن بخلي القطعة إن شاء الله مؤهلة للفوز. طبعاً أكيد. شكراً لك أستاذ شوق العلوي رئيس قسم الفنون بهيئة الثقافة والآثار، شكراً لك اليوم. ألف شكراً لك. كل التوفيق حق المسابقة. شكراً. مشاهدينا نطلع هذا الفاصل قصير وراجعين مع باقي فقرات حلقة يوم الأحد من برنامجكم الصباحي صيف البحرين، خلكم ويانا. عودة لكم من جديد، وخلونا ننتقل لمدربنا الرياضي خالد بستقي ونشوف تماريننا لليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي لكم تحدي، حلقة التشالنج، 10 دقائق بس، 10 دقائق، ولكن إذا بتعطي اللي عندك وبتتحدى نفسك بتروح على قدر المستطاع بتحس في التمرين عدل. 3 تمارين بس، 3 تمارين، 10 دقائق. احنا نسميه ام راب. يعني شنو ام راب؟ as many rounds as possible، بتروح قد ما تقدر من جولات من هالتمرين. الجولة الواحدة فيها 3 تمارين، بتسوي لي 10 hand release push up، بتوصل على الارض ترفع يدك من الارض بتدز الارض، بتسوي لي 10 وحدات، عقب بتسوي لي سيت ابس، بتسوي لي 20 سيت ابس، عقبهم بتسوي لي 40 jumping jacks. حلو؟ خل نراويكم التمارين شلون. هاند ريليس بوش ابس، بتبدي من فوق هني، اوكي، بتنزل ترفع يدك عن الارض، 1 2 3، بتخلص لي 10. اللي يقول لي ما اقدر اسوي بوش ابس على اصابعي انا اقول لك ما عندك عذر، سوي ذي البوش اب على ركبك. خلص لي 10، من تخلص لي 10 على ظهري سيت ابس، اعطني 40 سيت اب، اسحب كنا عندك حبل ورا راسك وتسحبه على قدام، سوي لي 20 من ذي. من تخلص 20 ندخل عامل كارديو. الحين دخلنا البوش، دخلنا البول، الحين كارديو جامبينج جاكس. اللي ما يبي ينط، عندك إصابة في ركبتك ما تبي تنط، خليك في هالبوزيشن شوي سكوات، 1 2 3 4. هدفنا انك انت تتحرك بأي طريقة، تخلص لي 40 وتعيد وتعيد وتعيد. عندك 10 دقائق، كل ما تخلص 3 تمارين هاي جولة واحدة، تخلص مرة ثانية هاي جولتين، في 10 دقائق كم جولة تقدر تسوي؟ تحدى نفسك، سجل عندك، عقب أسبوعين عيد التشالنج شوف وين وصل مستواك. يعطيكم العافية. أكيد نشكر مدربنا خالد بستقي على هذا التمارين الرياضية. ومن التمارين الرياضية ننتقل إلى رياضة ثانية واللي هي رياضة الغوص.
رياضة الغوص، لكن ما بنتكلم عن هذه الرياضة كثير كثر ما راح نتكلم عن شلون وظفوا هذه الرياضة في أنهم يلتقطون أجمل الصور وروعة الطبيعة البحرية الخلابة. طبعاً معانا عارف جناحي مدرب غوص معتمد وهو متواجد معانا حتى يشاركنا القصص وراء كل هذه الصور الإبداعية. صبحك الله بالخير يا هلا ويا مرحبا فيك. صباح النور، الله يسلمكم. طبعاً رحب فيك. في البداية أول شيء كلمني، شو اللي خلاك تتجه لمجال التصوير الأحياء البحرية يعني؟ نعم، أول شيء مشكورين على الاستضافة في موضوع أنا أحب كثير يعني قريب من قلبي، يوم كل الموضوع دي داخل قلبي مو بجريب بس. الله. طبعا أنا ابتديت بالغوص أول شيء يعني قبل تقريبا 17 سنة ما شاء الله، وبعدين ويا الوقت حسيت أن الأشياء اللي أشوفها لازم أوثقها، وابتديت في التصوير من 2015 تقريبا، بس ابتديت عدل في 2016 خلينا نقول عقب ما عرفت الأخطاء اللي سويتها في السنة الأولية. جميل. يعني عارف ودي أسألك أكثر، يعني ما شاء الله أنت مبدع في مجال التصوير البحري وتنقل لنا هذه الصور الإبداعية الخلابة، لكن خلينا نتكلم عن التقنيات الفنية اللي تستخدمها تحت الماء لتصوير هذه الصور. نعم، طبعا أنا أصور تخصصي أكثر ماكرو يسمونه، اللي هو حق تصوير الأحياء الصغيرة. نعم. صغيرة جدا، ساعات حتى بالمكبرة. فهذه مختلفة تماما عن الوايد أنجل، التصوير الأشياء العودة يعني الكبيرة. فالتقنية اللي فيها هذه طبعا مثل أي تصوير بحري، الإضاءة وايد مهمة، وبعدين بعض السيت أبس على المانيوال مود في الكاميرا. حلو. والكاميرا اللي أستخدمها كاميرا عادية ترى، يعني مو بشيء إنه يعني شاريها من هنا من البحرين. جميل. قاعد نشوف بعض الصور ما شاء الله، هذه الصورة جميلة. صور حلوة. دائما يعني تعتمد على الإضاءة، فهل أنت دائما تصور في النهار؟ لا، ممكن يكون في الليل. أتوقع في بعض الصور كانت في الليل. هل شلون موضوع الإضاءة في الليل عندك؟ لا، أنا أعتقد حتى الصور اللي شفته مو في الليل، هذه نهار مثلا. أوكي. الخلفية سودة، نلعب بالإضاءة والسيت اب. حلو. حلو. شنو التحديات اللي تواجهها دائما وقت أنت تصور هاي الصور؟ أكيد يعني تمر في تحديات مثلا سواء داخل الماي أو بعض الخطورة ممكن تحصل داخل الماي. نعم، طبعا ما في خطورة إذا واحد يلتزم بالتعليمات والقوانين. صحيح. نعم، ما في خطورة أبدا، بس ساعات التيارات مثلا. المكان اللي مثلا يعني شيء اللي تبي الأوبجكت اللي تبي تصوره في قاعد في مكان صعب، فهذه هي الخطورة أو التحديات. الإضاءة شلون نحطها، الشمس من وين جاية إذا كان في النهار، وفي الليل نفس الشيء بعد لها تحديات. دائما تكون بروحك ولا وياك مساعد؟ لا، لازم يكون في وياي شخص. لازم يكون وياي. نعم. طبعا هاي من قوانين الغوص يعني اثنين او اكثر. نعم. لازم حق التصوير ويساعدك في، هل في مساعده منه؟ اي نعم، احنا طبعا معظم الصور اللي عندي خارج البحرين، وفي عندي بعض الصور صوره واحد من موجوده هنا في البحرين، يكون دائما في جايد خصوصا في السفرات برا، يعرفون الاحياء في وين، بس انا يعني اقول لهم شو احتاج اشوف، اسوي لست انا قبل السفره. حلو. واروح بلستي انا واروح الاماكن اللي ممكن تتواجد فيها هاي الاحياء. انا كنت بسالك عن هذه النقطه، يعني اكيد انت كمصور محترف في المجال البحري وهذه الامور الصغيره اللي نسمه تفضلت وذكرت، فانت لازم تكون مخطط يعني حق هذا التصوير ومخطط حق الرحله، فهل تلاقي بعض الصعوبه لما تخطط عشان تصور شغله ويمكن بعدها خلينا نقول يخترب التخطيط نوعا ما، ما حصلت اللي تبيه عشان تصوره او الاضاءه ما ساعدتك في المكان نفسه؟ لا طبعا يصير، يعني انا كذا مره رحت بلسته اللي حاطه على راس القائمه يعني ما حصل هذه، او العكس اروح بلسته وادري ان هذا شيء ما بشوفه واشوفه، يعني هذا شيء صار في ديسمبر. يمكن حلاوه البحر. اي نعم، كل شيء يعني صح مفاجئ، ما مفاجئ. إيه. بالضبط. فالواحد يروح على بلان معين، عاده 70% من البلان يستوي والباقي لا. طبعا الإضاءة مثلا أو الكاميرا ممكن تخترب أو تسرب أو هاي كلها أشياء ممكن. شلون تتصرف في هالحالة أستاذ؟ يعني لما مثلا أنت ماخذ احتياطاتك عشان بتصور هذه الشغلة، لكن ناس ما تفضلت وذكرت يمكن الإضاءة تخترب أو ما تساعدك، أو تصور تروح البيت الصور مثلا إكسبوز مو بلاس ما أنت يعني. لا، هي الإضاءة مثلا أنا صار عندي كذا مرة الإضاءة تخترب، بس ممكن نلعب في الكاميرا نفسها على السيت اب مالت الأبرتشر والايزو وغيره. يعني لأن أستاذ لما تروح تصور في مكان عادي والله اخترب التصوير بترجع صح ما بدي أصور نفس المكان داخل البحر صح لازم ترد تغوص. لا تصير وايد يعني، بحيث أن الواحد يغير السيت اب في الكاميرا على أساس يعوض الإضاءة، بس المشكلة اللي عاد الكاميرا هي نفسها غرقت يعني هني خلاص السفرة اختربت، إلا إذا واحد عنده احتياط. طبعا العدة ثقيلة يعني حتى في السفرات متعبة.
فالواحد يودي اكثر من عده واحده صعبه يعني. لان تردي تشيل التانك صح معاك حق تحت البحر وبعد تشيل معاك المعدات فتوقع هالموضوع شوي متعب. اي طبعا يعني هو متعب بس ممتع في نفس الوقت. يمكن اكيد في تكنيك معين في التصوير مقارنه بالتصوير العادي اللي احنا متعودين عليه او المصورين اللي متعودين عليه، فاكيد في عندك تكنيك معين انت تستخدمه داخل الماي. صحيح، يعني من من التكنيكات المهمه حق تصوير الماء انه يكون الاوبجكت فوق، يعني دائما الصوره تكون الانجل من تحت لفوق. هذه واحده من الاشياء. الاضاءه وين تكون، الشمس مثلا اذا 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 عندنا شمس اي صوب تكون الشمس. هذه كلها تكنيكات مهمه حق التصوير، غير السيت اب اللي ممكن واحد يغير السيت اب ماله صح تماما في على الاوبجكت نفسه، الوان الاوبجكت، حجمه. ساعات نصور اشياء صغيره كلش، يعني 3 الى 4 ملم نحط مكبره على على الماكرو لينس نفسه. هذه يبي وايد صغيره، وايد صغيره حتى يعني واحد ما يشوف الوانها الا بالكاميرا نفسها عقب يشوف. انت ذكرت شيء ان ساعات واحد يطلع ويشوف الصور مو بزينه، هذه كانت تحصل لي وايد في السابق، بس الحين اتابع الصوره تحت الماي، اكبر الكاميرا، اتاكد سكرين يعني تقدر تشوف، اي اكبر السكرين واتاكد قبل لا اهد الاوبجكت. هاي من الاشياء اللي تعلمتها قلت لي بالبدايه ان انا تعلمت اشياء. يعني استاذ اكيد عندك صور مميزه وتفتخر فيها سواء صورتها في البحرين ولا خارج البحرين. شنو هذه الصور وش تذكرك؟ هل مريت يعني بمرحله يمكن صعبه على ما تصورها ولا هذه الصوره قريبه منك؟ والله عندي كذا صوره، يعني عندي صوره واحده بعد موجوده كانت من ضمن الصور اللي هي سمكه وطالعه بقدامها بيض وسمكه فاكسه صغيره، يعني او هاي اول واحده طلعت. هذه أنا، هذه الصورة بالضبط. هذه ترى هي اللي كانت فكرة إن أنا أسوي كتاب. أنا الحين سويت كتاب بس ليه ما نشرته أو ما طلعته. هذه الصورة رويتها واحد مصور في إندونيسيا، يوم شافها قال لي عن فكرة الكتاب. هذه كانت في هذه الصورة في جولاي 2018. ما شاء الله. فهذه الصورة نزلت لها 4 ساعات. ما شاء الله. يعني مو طبعا غوصة واحدة. شفت البيض وكنت متوقع إنه ممكن أشوف اللحظة هذه أصورها وهي طالعة صغيرة يعني. كنت متابعها يعني متابع الموقف. رحت 3 مرات في يعني خلينا نقول 4 ساعات لما قدرت تصيده. قدرت تصيده طبعاً محظوظ. هذه الإصرار يعني. هذه المتعلمة اللي يعني فرق شوي. وإن الواحد يصيد نفس السمكة في نفس المكان بعد فيه صعوبة يعني. أكيد في مواقف صادتكم أستاذ عارف، أكيد يعني في مواقف مثلاً صادتك تحت الماي كنت تكلمني عنها، شيء طريف، شيء ساعات يخوف، يعني موقف. يعني صراحة يخوف ما أعتقد موجود عندي. أنت ما عندك خوف من البداية؟ لا لا لأن متبع الإرشادات ما عندي ما عندي مشاكل، بس أشياء طريفة يعني ما بقول لك طريفة. بس أنا السفرة الأخيرية في إندونيسيا كنت أدور على شيء يسمونه يعني حتى الاسم يكون صعب، اسمه سيرسي إليجنت، شيء صغير 3 مليمتر تقريبا، قالوا لي موجود في الجزء الثاني أو الجهة الثانية من الجزيرة. فرحت 5 ساعات بسيارة عشان أخذ لي صورة شيء هالكبير، وارد 5 ساعات. فهذه يعني واحد ما يسويها. لأن حبك للشيء وشغفك فيه أكيد ممكن تسوي المستحيل عشان. يعني آخر سؤال يمكن بس قبل السؤال الأخير، موضوع أن أنت تسوي شغلة مثل ما تقول قليل من يسويها، فشلون تشوف المنافسة في البحرين وشلون تشوف هذه المجال في البحرين الحين شلون قاعد يصير؟ والله التصوير بالذات الماكرو في البحرين يكاد يكون معدوم يعني. انا عندي بس زميل دائما يسافر وياي، احنا الوحيدين اعتقد نصور ماكرو. وفي الماكرو في متعه مو طبيعيه، لان الواحد ممكن يصور حتى لو مثلا الرؤيه تحت الماي ضعيفه مثل ما تصير وايد. الوايد انجل يبي لها رؤيه، يبي لها بحور مثل يعني بحر الاحمر او بعض الاماكن. في البحرين التخصص الماكرو هو الافضل لان الرؤيه مو بوايد واضحه. عشان شيء انا سالتك انه ما شفت التصوير ذي بالذات اللي هو الماكرو. اي نعم، مو موجود تخصص. انا يعني ادعو الناس انهم يلتفتون حق ذي، شيء جميل يعني أكثر. واحد يحب البحر اكثر بالكاميرا. يعني استاذ عارف ذكرت شغله قبل شوي بخصوص ان انت قاعد تحضر حق الكتاب، هذه طبعا يعتبر من الاعمال القادمه ان شاء الله راح نشوفها قريب، فكلمنا عن هذا الكتاب وفكرته وشنو الهدف منه. طبعا الكتاب الحين جاهز بس بسبب الاوضاع اليوم. طبعا كان مفروض اطلعه في مارتش اعتقد، كان قبل رمضان فتره، بس الكتاب موجود لان اتس فيزيكال يعني كوبيز
ان اطرش حق يعني اهدي لوادم يمكن في الفتره هاي شوي صعبه بس يعني بطلع الكتاب قريب. الفكره كانت هي البوم صور جميل. ما يعني مو كتاب بمعنى كتاب ولكن البوم. شفت منه في اندونيسيا وفي الفلبين وياتني الفكره القادم بيكون يمكن كتاب بالمعنى الحقيقي مع ديسكريبشن يعني عن الاحياء البحريه. ننتظر اكيد هذا الكتاب. طبعا كل الشكر لك عارف جناحي على حضورك اليوم، نتمنى لك كل التوفيق في هذه الموهبه مثل ما نقول يونيك حلوه. الله يسلمك يعطيك العافيه. شكرا. الله يعافيكم. شكرا. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم باقي فقراتنا، لا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، أما الحين خلونا ننتقل لجمعية اقرأ لعلوم القرآن. هي جمعية تهتم بنشر الثقافة القرآنية وتعليم القرآن، لها العديد من البرامج والفعاليات. بنتعرف في التقرير التالي على الخطوات اللي اتخذتها الجمعية لمواصلة نشاطاتها في ظل جائحة كورونا. خلونا نتابع هذا التقرير. هي مؤسسة تهتم بنشر الثقافة القرآنية عبر مختلف الفعاليات والأنشطة، تدرس علوم القرآن ومعارفه بالتعاون مع مركز نون التابع لها. رؤيتهم أن تكون المؤسسة القرآنية الرائدة اللي تجعل من القرآن دستور حياة للفرد والمجتمع. بفضل الله عز وجل هناك تفاعل كبير من الأهالي ومن جمهور جمعية اقرأ مع كل برامج جمعية تقرأ لعلوم القرآن ومن ضمنها التعليم القرآني. هناك إقبال شديد، وفي كثير من الأحيان لا نستطيع تلبية كل الطلبات بسبب الإقبال الكبير من الأهالي على التعليم القرآني بشكل عام. بعد اجتياح فيروس كورونا تبدلت العديد من الأمور بحياتنا، وصرنا مضطرين نتأقلم مع الوضع الجديد إلى أن نتخلص من هذه المحنة. طبعا من بدء جائحة كورونا تلقينا الأخبار مثل ما تلقاها كل العالم، ومن ذو البداية عقدت الجمعية إدارة جمعية إقرأ لعلوم القرآن اجتماع طارئ وناقشت موضوع التعليم والبرامج القرآنية المختلفة التي تقيمها الجمعية، واتفق الأحبة جميع الأحبة في إدارة جمعية تقرأ على أن من باب الاحتراز ومن باب الحرص على سلامة الناس أن تتوقف كل البرامج الميدانية ونبحث عن البدائل من خلال التعليم عن بعد ومن خلال إقامة البرامج القرآنية عن بعد. وهذا بالفعل ما توجهت إليه جمعية اقرأ أثناء شهر رمضان المبارك الفائت، فأقامت جمعية اقرأ لعلوم القرآن مجموعة من البرامج القرآنية، يمكن أكثر من 12 برنامج بثوا على عبر الفضاء الافتراضي من خلال المنصات الموجودة، منصة اليوتيوب وغيرها من المنصات، وكذلك أيضا التعليم القرآني. كان الإخوة حريصين على استمرار هذا التعليم لكي لا ينقطع تعليم القرآن من جانب، ومن جانب آخر أيضا حرصا على سلامتهم، فاستمر التعليم عبر مركز نون عن طريق المنصات الإلكترونية والفضاء الافتراضي. استخدم مركز نون التابع لجمعية إقرأ لعلوم القرآن كافة السبل لمواصلة التعليم بهدف خلق جيل قرآني واعي وترسيخ الوعي بأهمية الارتباط بكتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد جائحة كورونا توجهت الجمعية إلى استخدام المنصات الإعلامية واستخدام الفضاء الافتراضي كبديل عن التعليم المباشر،
على الرغم أن هذه التجربة هي الفريدة من نوعها والأولى، لقينا بعض الصعوبات في بداية الأمر، ولكن بحمد الله بعد ذلك حصلنا على تفاعل كبير من قبل الكادر الإداري والكادر التعليمي وأولياء الأمور والطلاب، فإن ذلك من أجل سلامة الجميع. حبيبي لحظة شوي. حسين حبيبي حاول تبطئ شوي في التلاوة، لأن هذه حين تلاوة تقرأها مرتبة التدوير الوسط، بطئ أكثر عشان تكون في مرتبة الترتيل. الحمد لله طبعا شفنا أن التعليم عن بعد يعني هو فيه طبعا نواقص وفي بعض القصور، من ناحية أنه تحتاج أن يكون في مشافهة والتواجد مباشرة مع الطالب، يكون يعني التعليم يعني أنجع وأفضل، لكن الحمد لله يعني في بعض في هاي التجربة لاحظت أن التعليم عن بعد لبعض الطلبة كان يعني مستوى يؤدي إلى مستوى أفضل من ناحية اهتمام الطالب في المنزل وتدريبه قبل التلاوة ومتابعته. يعني أنا كنت أتابع الطلبة عن طريق الواتساب قبل التلاوة، أرسل له المقطع أو أرسل له أو هو الطالب يرسل لي المقطع بعد ما يراجع ويقرأه، وخلال الدرس يقرأه مرة ثانية، فيكون الفائدة يعني نقول مضاعفة في هذا التعلم. الحمد لله رب العالمين ما واجهتنا أي مشكلة وأي تعقيد، الحمد لله الإدارة في الجمعية ووحدة التعليم سهلت لنا جميع الوسائل اللي من خلالها كان عندنا انسيابية في استمرار الدرس. لما نفقد الأمل في تغيير الواقع يكون التحدي الأكبر هو قدرتنا على تغييره لصالحنا. يمكن أعظم شيء يتفوق فيه الإنسان على كل ما في الوجود هو موهبة التحدي. عودة مشاهدينا، البحث عن الوظيفة أو حتى إنشاء مشروع تجاري خاص صار شيء سهل وسريع، خصوصا مع وجود التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية. اليوم معانا رواد أعمال مشروع إنجاز في طلبة جامعة الملكية، مؤسسين تطبيق ملقى أو ملقى، فاطمة محمد وفاطمة علي. صباح الخير. صباح الخير دبل فاطمة اليوم. يا هلا يا مرحبا فيكم، نورتونا. طبعا احنا دائما نفتخر بطلبة إنجاز اللي دائما يقدمون هاي الابتكارات او المشاريع اللي تكون جميلة. راح ابتدي وياك فاطمة علي، في البداية نبي نتعرف معاك على فكرة ملقى اكثر. ان شاء الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احنا وايد سعيدين اليوم بوجودنا هنا وياكم. فكرة الملقى، اول شيء احنا حابين نحل مشكلة طبعا يواجهها المجتمع بشكل عام، هي مشكلة التوظيف. صحيح. تحديات وصعوبة التوظيف. فحبينا احنا ان احنا نأسس هاي المنصة الإلكترونية عشان تساعد ان يجتمعون الناس في منصة واحدة ويتلاقون ويعني يكونون على تواصل. في هاي المنصة في عندنا فئة الأفراد نبي اللي عندهم يكونون مواهب، يكونون متواجدين معنا في المنصة، وان نبي نعزز عندهم هاي المواهب عشان انهم يبتكرون ويأسسون لهم محتوى اكثر. من ناحية الشركات احنا نبي يعني لما يكون في شاغر في الشركة، يعني نبي شركات تقلل الجهد وتوصل حق الأفراد بشكل أسرع وأسهل. بالنسبة حق أصحاب العمل، طبعا أصحاب العمل يحتاجون إلى دعم، يحتاجون إلى سند يعني، فبيقدرون أنهم يستفيدون من هاي الخبرات أو من هاي المواهب اللي الجميع يعني موجود عنده، بس يحتاجون مجرد الثقة يمكن عشان أنهم يحتاجون الدعم. بالضبط بالضبط. هاي فكرة مشروعنا بشكل عام. يعني مشروع جميل وايد حلو، وصراحة يعني تشرف فيكم لأن هذه الفكرة على أعماركم أنكم تفكرون في 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 هذه الأفكار. صراحة يعني وايد فخر لنا وأن يعني نلاقي شباب مثل هذه اللي يعني يفكرون بطريقة مبتكرة وهم للحين يدرسون. فيمكن سؤالي لك فاطمة، أن هذه التطبيق ممكن في تطبيقات ثانية سوي مثل شغلكم، لكن شنو اللي يميز تطبيقكم هو هذه؟ احنا اللي يميز تطبيقنا، احنا تركيزنا اكثر يكون على مهارات الشخص. يعني احنا هدف من اهدافنا ان نمكن الشباب البحريني، يعني احنا نؤمن ان كل شخص يكون عنده طاقه. صح. يكون عنده مهاره ممكن ان هي داخله ما يعرفها او ما عنده الوسيله اللي هو يطلعها. فاحنا من خلال هذه المنصه احنا حابين ان خصوصا الشباب، يعني احنا مشكله نواجهها معظمنا لين نتخرج يقولون لا ما عندكم خبره،
انتظروا اشتغلوا زين، شلون احنا نحصل خبره واحنا ما اشتغلنا من الاساس؟ فمن خلال هذا التطبيق ممكن انك توظف مهاراتك، يعني اشياء بسيطه، يعني مثلا مو بس الشركات تعرض لنا، مثلا ابي مصور ممكن يكون، او ابي وظيفه شغل دائم، لا ممكن ان حتى انت تقدرين تقدمين لنا، مثلا ابي مثلا ميك اب ارتست الحين تجيني في هالوقت في هالدقيقه، واللي عندها المهاره ممكن انها تقدم. طبعا تقدرين تختارين بالتكلفه والوقت المناسب. حلو، يعني محطين مجالات كثيره والكل يقدر يشارك فيها، يكون الشيء واسع شامل كل المهارات. شامل كل المهارات، جميل. يعني لو برجع لك فاطمه اكثر، يعني مثل ما نعرف ان اختيار المسار او المحتوى اللي انتم حددتوه في هذا التطبيق او هذا المشروع يعني هي من بعد دراسه كبيره، لكن ليش اخترتوا هذا المجال بالتحديد؟ اخترنا هاي المجال لان اكيد نبي نركز على المواهب مره ثانيه وثالثه، لان المواهب يعني الكل لو يعني حصل على الثقه بالنفس، انا متاكده انه راح يعني ينجز شيء ويحقق، يعني يساعد في اقتصاد البحرين بشكل كبير اذا هو اسس مشروعه الخاص وقدر انه هو يدخل المدخول الاضافي يعني من خلال هاي الموهبه اللي هو مثلا يقدمها. يعني هاي هي تقريبا سبب اختيارك. بالضبط، سبب اختيارنا. موضوع اللي هو طريقة التواصل بينكم بين الشركات وبين الناس اللي مشاركين معاكم في التطبيق، شلون تتم وشلون تتم الاتفاق من البداية؟ وطبعا خصوصا في الأوضاع الراهنة صار الموضوع شوي صعب، والأشخاص يكون عندهم يعني ما يكون عندهم الثقة الكاملة إذا كان عن طريق التواصل الاجتماعي أو صح. طريق التكنولوجيا، يعني الأشخاص يفضلون حضور شخصي خصوصا كاشتراك. بس مثل ما أقول لك هي مجتمع، هي فكرة شوي جديدة على المجتمع. صحيح. يعني الكل يبي لا أنا بوظيفة دائما أبي أأمن نفسي للمستقبل. مجرد أن نحن ننشر هالثقافة أكثر، يعني إحنا شفنا فعاليتها علينا قبل ما نشوفها على المجتمع، يعني إحنا كل واحدة فينا اكتشفت عندها مهارات كانت يعني مهارات مخفية إيه إنزين، وشفنا أن في قبول كان، وفي طبعا جهة ما كانت يعني مساندة، بس فكرة جديدة بداية الأفكار الجديدة لازم إنه يكون في عدم تقبل وتقبل. طبعاً إحنا نهدف أو إن إحنا أهدافنا تكون مع رؤية البحرين 2030، يعني من النصوص اللي فيها إن صار في تضخم في القطاع العام في التوظيف، صح، في القطاع الحكومي، ومن مسؤوليتنا إحنا كشعب بحريني وكشباب يعني الجيل القادم المفروض يكون عندنا القدرة والثقافة والثقة ان احنا نأسس شغلنا الخاص ومصدر دخلنا الاضافي عشان ايه؟ عشان نرفع من اقتصاد البحرين، هذا هدفنا وهذا شيء مهم ان انتم قاعد تركزون عليه في هالمشروع. يعني فاطمة لو برجع لك، ذكرت زميلتك فاطمة قبل شوي انه يعني كان في يمكن نوع من المساندة من قبل الشركات والمؤسسات بانها تساهم في هذا المشروع، لكن لو انا بسألك شلون شفتي التفاعل من قبل المشاركين في هذا التطبيق او هذا المشروع؟ اي تقريبا هي قالت نقطة انه يعني في تردد كان، صح، بس الفكرة يعني لو احنا يعني ابتديناها وحققناها راح تتحقق يعني شفت كبير من خلال يعني مسمى التوظيف، صح، او يعني هاي فيعني لو احنا ابتدينا هاي الشيء بيكون شيء جدا جديد وحلو ان الواحد يعني يبتدي يبتكر و يبدع في هالمجال وهالجانب. انتم مركزين على الابداع، مركزين من الواحد على المهاره انه يطبق مهاراته في المكان الصحيح، وهذا شيء حلو لان احنا شباب دائما نقول عندنا المواهب وعندنا المهارات وين نقدر نطبقها، نبي نستفيد من طاقات بعضنا البعض. فانتم ركزتوا على هذا النقطه، شيء جميل. شنو الخطط اللي يعني ممكن ان انتم تخططون لها مستقبلا في هذا الشيء؟ ممكن ان هاي بدايه لاشياء ثانيه ممكن تكلموني عنها. اي احنا الحين حاليا نركز على المهارات، يعني مثل ما يقولون كلمتنا معروفة في الفريق مالنا المهارة. فاحنا في المستقبل نبي نضيف مو بس انك تقدر توظف هالمهارات اللي عندك، نبي نضيف حتى دورات ان نكون يعني نتعاقد ونشترك مع مدربين يدربون المشتركين معنا في البرنامج. نبي مثلا ان نتوسع يكون لنا مجال اكثر، يعني على المستوى المحلي او المستوى الفردي نحب ان الشخص يكون واثق من نفسه، كل ما كان الشخص واثق من نفسه كل ما اعطى اكثر واثر على المجتمع بشكل ايجابي. وعلى المستوى الخارجي طبعا احنا حابين ان احنا نتوسع ونوصل لدول الخليج وكل يعني
الملقى ثقافة جديدة منتشرة في العالم العربي. لأن أنت اخترته والملقى هي الكلمة يمكن الدارجة عندنا في البحرين. إحنا الملقى اللي نحصل فيه كل شيء. أو هاي بعد يعتبر نوع من أنواع الملقى اللي قاعد إحنا يمكن نمر فيه حالياً في الاستديو. لكن لو بسألك فاطمة أكثر عن من الأشخاص اللي ساعدوكم فيكم تطبقون هذا المشروع وهذا اللي يمكن المبادرة الجميلة. طبعا ساعدونا ما شاء الله الشعب البحريني ما يقصرون ساندونا. بتعرفين يعني الاوضاع الحين كوفيد 19، يعني الواحد صعب انه هو يتلاقى في مكان واحد وكذي، لكن الحمد لله لقينا يعني سند من ودعم كبير. اكيد دعم كبير. وشون شفتي يمكن ايضا انتم كاشخاص مشتركين في هذا المشروع، هل حاولتوا يمكن تنقلون خبراتكم الشخصيه في انكم تطبقون بعض الاشياء في هالمشروع؟ اكيد اكيد، يعني انا احب مجال الميك اب وايد. يعني اول وحده اشتركت طبعا في التطبيق وفي الويب سايت انا. الله. عشان مثلا اعرض اسوي ابلود على شغلي، او مثلا اذا انا احتاج وظيفه من شركه معينه انزل اسوي ابلود على حق السي في يعني مالي، اشارك خبرتي مع الجميع. جميل. كلمينا فاطمه عن فريق العمل، شلون تم يعني اختياره وشلون تم الفكره، شلون تمت من البدايه يعني كاختيار فريق العمل؟ احنا اخترنا فريقنا طبعا من بالروح. يعني ايه نشوف شخص عنده الروح، عنده حسن المبادره، انه ما يخاف انه يطلع من دائره الراحه ماله، ويحب يجازف ويحب يجرب. هاي اساس اختيارنا كالفريق. ايه يعني خصوصا كفكره جديده تحتاج اشخاص جريئه. صحيح. ايه فشفنا عندنا هالروح قلنا لا لازم نختار مشروع قوي. لازم نختار شيء نطلع فيه من المجال، نعطي فكره جديده. ممكن ما يكون تقبل من البدايه، بس احنا بروحنا وباصرارنا احنا بنقدم على هذا الشيء وبنحققه ان شاء الله. سبحان الله. ايمان يمكن اذا انت في مجال تسوي شغله، سواء يعني في اي مجال معين، تلاقي الناس اللي يكونون حولك كنا الله مرتب لك هذا الشيء بالفعل، وروح التيم يستوي. صح. يعني ما يحتاج تتعب تسوي التيم بالفعل. الله يحط لك هاي التيم وتحس هاي التيم من اقوى، وبالروح وبالطاقه الايجابيه. اي لانه هو الشغل والشغف هو اللي يجذب الناس وتسوي يعني هاي. يعني احنا حسينا ان احنا اسره. يعني إيه خواتي كذا، حتى أختي خواتي كأسرة كاملة. حسينا بروح إن إحنا كنا عارفين بعض من زمان، وحلو حلو لما أشخاص ما تعرفينها من قبل 6 أشهر ما كنت أعرف هالأشخاص، والحين كأنهم خواتي في بيتي عايشين معي، وقاعدين نخدم هدف واحد مشترك. يعني هاي الشيء الحلو اللي استفدنا منه إحنا إيه كمشتركين كأعضاء فريق. يعني فاطمة لو برجع لك أكثر، يعني ملقى كلمة دارجة يمكن حتى حلوة ذكرتها قبل شوي، قلت لك يمكن من الكلام أو المفردة الدارجة بيننا، وبالذات أن أنتوا خليتوها يمكن بالعامية. سبب اختياركم لكلمة ملقى بالتحديد؟ طبعا أول شيء أنها تعبر عن يعني هوية بحرينية وطابع يعني شعب البحرين، واخترنا الاسم الملقى لأنه يعبر عن التواصل طبعاً واللقاء، لأن إحنا نبي الكل أو كل الفئات تكون على يتلاقون بالضبط، يستفيدون من طاقات بعضهم نفس ما قلت، وإنهم يعني يتشاركون خبراتهم، في يصير في تبادل خبرات، ويصير يمكن في أيضاً حتى يمكن تبادل معلومات، وهاي الشيء الأساسي اللي أنتوا تركزون عليه في هذا المشروع. كلميني فاطمة بعد يمكن، أو حتى فاطمة كلميني عن موضوع المشتركين عندكم، إيش قد صاروا ويعني يمكن ردة الفعل الناس شلون تصير في يعني التواصل الاجتماعي بعد، كلميني عن هذه ردة الفعل شلون. يعني إحنا أول شيء طبعاً الكلمة حكم فاهم الفكرة أول ما طلعت إنزين، بس إن إحنا قمنا نتواصل عن طريق التواصل الاجتماعي، فيديوهات نعرف المستخدمين علينا أكثر، صار في تجارب يسألون شنو هو متى بينزل الأبليكيشن، متى بتفتحون حق الويب سايت، والحمد لله يعني إحنا في أول أسبوع اشتغلنا وفرنا أكثر من 30 فرصة عمل. ما شاء الله. كانت محتاجة مهارة واحدة اللي هي مهارة اللغة الإنجليزية، فهذا كانت نفس ردة فعل إيجابية عطت المستخدمين. كدفعة قوية. إيه دفعة قوية. وإيه والكل جو، حتى يقولون كل بيت ترى إحنا أهلنا كنا يتكلمون عن الملقى. شوف آخر يعني الواحد يستانس إنه لو يسمع الملقى. وأكيد هذه الجهود تشكرون عليها، يعني أنتوا قاعد توفرون اليوم فرصة للشباب إنه يبدع ويقدم مهاراته في هالجانب. لو برجع أسألك نور اليوم إيش كثر، فاطمة عفواً إيش كثر، أنا ما أدري إيش فيني على اليوم، إيش كثر ساعدتش السوشيال ميديا أو ساعدكم في إنكم تنشرون هذا المشروع وهذا التطبيق لأوسع يمكن مدى ممكن من خلال السوشيال ميديا؟
طبعا السوشيال ميديا الحين عالم كبير مثل ما تعرفون، يعني شيء جدا جدا مهم عشان ان الواحد يستخدمه ويتوسع. اكيد ساعدنا وايد، يعني الانستغرام احنا خصصناه مجرد يعني نفس ما شفتي احنا عندنا ثلاث فئات اللي هو الافراد والشركات واصحاب العمل. خصصنا الانستغرام او السوشيال ميديا بالذات حق الافراد لان نفس المواهب تطلع منهم هم. الشركات هي طبعا يعني خلينا نقول السنترز حق ان هي توصل الوظائف من هاي الامور. هاي استهدفنا بعد لهم طرق اخرى حق ان احنا نتواصل معهم اكيد كشركه الملقى. جميل. طبعا شركه الملقى يعني تعتبر من الشركات الجميله وتطبيق جدا مهم، يمكن احنا كنا نحتاج هذه النوع من التطبيقات حمد ان هي تساعد الشباب. وشباب بصراحه يعني مبدعين ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله. فاكيد نشكر تواجدكم وحضوركم معنا فاطمه علي وفاطمه محمد، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في ملقى، ونستضيفكم المره الجايه ونتكلم اكثر عن انجازات الملقى ان شاء الله. شكرا لكم على حضوركم، نورتونا. شكرا لكم ايمان. وصلنا للختام للحظه للاسف وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقه يوم الاحد من برنامجكم الصباحي صيف البحرين. يتجدد اللقاء باكر من الساعة 10 إلى 11 صباحاً. نلقاكم على خير، مع السلامة.